مين هذا تشاندا؟ يلا تشاندا افتحي الباب، يلا افتحي الباب. شو عم يصير؟ مين يلي عم يدق الباب بهالوقت المتأخر؟ هنن هون. مين؟ مين هن؟ هدول رجال ماهيندرا. شو؟ راج؟ يلا تشاندا عم بقول لك افتحي الباب. نعرف انك جوا البيت. اكسروه. هي أوامر معلمنا ماهيندرا. هو قرر يدفع راتب لكل مرة بتروح لتشتغل بالمصنع. يلا افتحي الباب. يلا افتحي. انتو فوتوا بسرعة على الغرفة وتخبوا وراء الخزانة. ايه يلا لا تضلوا واقفين هون. كيف بدنا؟ ميت وين راحت؟ معك حق. وينها؟ ميت وين راحت؟ وينها؟ ليك راج لتكون ميت. ليكي تشاندا رح اقول لك لاخر مره، اذا ما رح تفتحي الباب فورا رح تندمي. مو معقول. وين ميت راج؟ اكسروا القفل. اكسروا. يلا رح يفتحوا. لازم نوقفهم. شو رح نعمل؟ رح اتصل بمان ميت ليساعدنا. بس شو جابهم لهون بهالوقت المتاخر؟ تشاندا يلا يلا تفشوا الباب. مرحبا. الو اخي مان ميت، هنن عم يحاولوا يكسروا الباب. رجال ماهيندرا بترجاك تعال لهون بسرعه. ماشي افتحوا. يلا كسروا الباب. شو رح نعمل؟ يلا تشاندا افتحي. خدي رجعت سكرت الباب. يلا راج راج تركيني. راج وقف. راج يلا راج على مهلك. ليكو اللي عم تعملوه غلط كتير كبير. هنن ما عملوا شي غلط، تركوهن بحالهم بترجاكن. يلا لا ضربوهن. يلا ضربوهن. لا راج. لا.